في تاريخ السينما المصرية هتلاقي في مجموعة من الأفلام اللي كانت أحداثها متاخدة عن قصص حقيقية، رغم إن المؤلفين أو المخرجين أو صناع الأعمال دي بشكل عام يعني ما قالولناش. ولما تبص للي حصل في الواقع واللي اتنقل للفيلم هتلاقي إن الواقع كان مختلف كتير وتفاصيله كانت أهم بكتير، وكان فيها إثارة وكان فيها يعني حاجات ساسبنس وتشويق أكتر من اللي حصل بالفيلم 100 مرة. النهاردة هتكلمكم عن فيلم الفتوة وأحداثه الحقيقية وبطله اللي مات في حادثة غامضة محدش لحد دلوقتي عارف هي حصلت ليه ولا مين اللي كان وراه. سنة 1957 بدأ العرض الأول لفيلم الفتوة اللي كان بيشارك فيه فريد شوقي وتحيا كاريوكا وتوفيق الدقن وزكي رستم ومجموعة كبيرة من الممثلين التقال يعني الشداد، وكانت أحداثه بتدور حوالين هريدي اللي بيعمل دوره فريد شوقي اللي هو بيجي للسوق بقى عشان يشق طريقه ويشق حياته يعني، فيبدأ الدنيا تاخده في مطبات ومشاكل لحد ما بيعرف إن المعلم هريدي ده هو كبير السوق، فبيروح يشتغل عنده فترة وبعد كده بقى بيروح يكون تحالف ضد هذا المعلم مع تحيا كاريوكا وبقية المعلمين، ويبدأ نشوف الصراع ما بين الطرفين. وطبعا هو الصراع بينتهي في النهاية لصالح الخير زي ما عودتنا الأفلام اللي كانت بتتعمل في الفترة دي. في الأيام الأولى لعرض الفيلم كان فريد شوقي بيتابع نجاح الفيلم على اعتبار ان هو المنتج بتاعه يعني، وفرحان بالإيرادات اللي بتيجي وحاسس ان التجربة دي ممكن تكون فرقة معاه وهتحقق له إيرادات ضخمة زي ما كان بيقول. لكن المشكلة انه في تاني او تالت يوم اتفاجئ ان معلمين وانصار واتباع المعلم محمد زيدان اللي كان معروف بلقب ملك الفاكهة بيحصروا السينما اللي فيها الفتوة وبيحلفوا يمين طلاق ان الفيلم ما هيتعرض. ليه يا اخوانا ايه اللي حصل؟ فقالك ان الفيلم بيشهر بالمعلم زيدان واحنا لازم نوقف عرض الفيلم. فطبعا بدأ يعني الناس الموجودة في السينما عشان الدنيا ما تتطورش لأكتر من كده يفصلوا ما بين الجمهور وما بين انصار زيدان، اللي في نفس الوقت راحوا رفعوا دعوى قضائية وقال لك نحزم الموضوع من الطرفين، يا اما القضاء ينتصر لنا وناخد حكم ان الفيلم يتمنع من العرض، يا اما احنا بقى نمنع العرض بايدينا ويبقى راجل فيكو اللي يجي يتفرج على الفيلم. فريد شوقي راح المحكمة وقف قدام القاضي وقال له يا سيادة القاضي دلوقتي انا لو الفيلم اتمنع من العرض هكون خسرت خسارة كبيرة، وبعدين الاهم يا سيادة القاضي من ان انتوا تمنعوا عرض الفيلم ان انتوا تروحوا تدوروا ورا المعلم محمد زيدان وتعرفوا بقى ثروته دي جات منين. اتباع زيدان كانوا قاعدين في المحكمة على اليمين بيحلفوا ان القاضي هينتصر لهم وان هم يخرجوا معاهم حكم بان الفيلم يتمنع من العرض، وانصار فريد شوقي والمثقفين والفنانين كانوا رافضين فكرة ان انصار زيدان يروحوا يتهجموا على السينما، وبيحلفوا هم كمان ان القاضي هينتصر لهم وان هم هياخدوا حكم بان الفيلم يستمر في دور العرض. وفعلا الفريق التاني اللي على الشمال اللي هم انصار وحش الشاشة والفنانين والمثقفين هو اللي انتصر لما القاضي وقف وقال بأعلى صوت ان الفيلم مش هينفع يتمنع من العرض لان مفيش حاجه زي ما الناس بتقول اتباع زيدان ان هو بيشوه صورته ولا حاجه. طبعا الصحافه بدات تركز مع القضيه وخدت منها جنب واحد وبدات تشتغل عليه اللي هو ثروه محمد زيدان وازاي كونها وازاي قدر في فتره قريبه وقصيره قوي ان هو يطلع من مجرد تاجر بسيط قوي لدرجه ان هو يبقى ملك الفاكهه وهو اللي مسيطر على السوق. لما بدأت تركز الصحافة على اللي حصل مع محمد زيدان بدأنا نشوف تقارير كتير طبعا كانت منشورة وقتها في المجلات، وكلها اتفقت في النهاية على رواية واحدة ان علاقة زيدان بالقصر ومجموعة من الناس الكبار في البلد هي اللي سهلت له حاجات كتير وخلته يكون ثروة فظيعة في اقرب وقت ممكن لدرجة ان هو بقى ملك الفاكهة زي ما بيتقال يعني في مصر، هو ده الراجل اللي مسيطر على الفاكهة في مصر ومفيش حاجة تنفع تعدي من تحت ايده الا لما يكون ليه هو دخل وشأن فيها ويقول يمين يمين وشمال شمال. لكن كل اللي فات ده كان كوم، والطريقه اللي مات بيها محمد زيدان كانت كوم تاني خالص. زيدان بعد ما خلص شغله في يوم من الايام وراجع بيته بقى بطريقه عاديه يعني زي كل يوم، ومعدي على الكوبري بتاع حافظ رمضان في القليوبيه طلع عليه 3 مسلحين وفتحوا عليه النار لدرجه ان هو اتوفى ب9 رصاصات وباقي الرصاص طبعا جه في العربيه. ورغم ان الشرطه عملت تحريات مكثفه جدا والاجهزه الامنيه كلها بدات تفكر وتحلل وتخطط وتشوف مين اللي قتل زيدان بهذه الطريقه البشعه، الا ان الحادث بتاع موت محمد زيدان فضل حادث غامض، محدش عارف مين اللي قتله وليه اختار انه يقتله بالطريقه البشعه دي، وان كان اغلب التكهنات اللي اتقالت وقتها ان الموضوع كان تصفيه حسابات، لكن كانت تصفيه حسابات مع مين بالظبط؟ ده السؤال اللي محدش جاوب عليه وفضل اللغز من سنه 52
لحد اللحظة اللي بنتكلم فيها دلوقتي. شوفكم الحلقة.